تحدثنا بالمرة السابقة عن الإعلام وأيضا تأثير الشائعة. اليوم رح نتابع حديثنا عن دور الثقافة كسلاح فكري بتمكين الأفراد ضمن مجتمعاتهم. أكيد شو دور الثقافة كسلاح وكيف دورها كمان ببناء المجتمع والمقومات اللي بتمنحها الثقافة للناس. سؤال رح يجاوبنا عليه المدرب الوطني المعتمد مصطفى عباسي. يسعد صباحك مصطفى. صباح الخير. يسعد صباحكم. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يمكن في حلقة سابقة حكينا عن الشائعة ويمكن عن الإعلام الاجتماعي. اليوم بدنا نحكي عن دور الثقافة ببناء المجتمع، وكنا عم نحكي تحت الهواء يمكن هيدا الشيء ببلش من ذاتنا من صحيح. بيتنا. خلينا نحكي قديش مهم في ظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها، في ظل الظروف الحياتية والحرب اللي نحن عم نعيشها، هي الثقافة لمحاربة الفكر يمكن الجاهل أو فكر الفاسد أو أي نوع من هذا الفكر. بداية حرجع لكم صباح الخير مرة جديدة. الفكرة الثقافة خلينا نحن بس ناخدها هيك بعين الاعتبار، كلمة مثقف مختلفة عن كلمة متعلم. يعني نحن اليوم عم نخلط بقلب مجتمعاتنا بشكل عام، بيخلطوا بين فكرة المثقف والمتعلم، إنه الشخص اللي حاصل على شهادة أكاديمية فهو يطلق عليه لقب المثقف. ما بالضرورة أبدا. للأسف إنه هو مرض، مو ضروري إنه يكون الشخص اللي معه شهادات شو ما كانت هي الشهادات إنه يكون هو شخص مثقف، ومو شرط الشخص اللي يكون ما معه أي شهادة علمية يكون شخص غير مثقف. هلا يا حبذا انه يكون في نوع من انواع الدمج او الربط ما بين الشهاده الاكاديميه وما بين الثقافه، لانه الشخص المتعلم الاكاديمي اذا كان عنده مخزون ثقافي عالي فاذا نحن وصلنا لاسمى مكان بالانسانيه الثقافيه، لانه نحن في عنا مساله اليوم اسمه مفهوم الارهاب الثقافي. الارهاب الثقافي او التطرف الثقافي يلي نحن عم نعيشه اليوم بقلب مجتمعاتنا للاسف في ظل الحرب اللي نحن موجودين فيها. في بعض الامور يلي نحن بنشوفها ببعض الاحيان انه هي صارت أعراف وتقاليد، هي كانت مبنية على ثقافة معينة. يعني هي اليوم في إشياء هي ما كانت موجودة بكتب، ما أنا موجودة بأديان، ما أنا موجودة بأي شيء، هي عبارة عن مجموعة من التصرفات المتواترة تحولت ل عادة أو تحولت لعرف، وهذا العرف صارت كل العالم تقولك إنه الفكرة الفلانية كل العالم تعملها، فتحولت إلى ثقافة بحالة خطأ شائع مثل ما بنسميه. خطأ شائع أو للأسف نحن حنسميه هي ثقافة حقيقية وصارت موجودة بقلب المجتمع. يمكن كنا عم نحكي قبل شوي عن ثقافة الفساد مثلا، هي ثقافة صارت ثقافة عامة وما ما ما عاد فيك أنت تقول ليش فلان عم يساوي هيك، لأنه بيقولك كل الناس هيك عم تساوي. طب نحن شلون بدنا نحارب كل الفكرة؟ هو سعيد بحاله بيكون يعني أنه ما عاد عندك هذا الحياء الموجود. لا، كان الفساد تحت الدروج أو تحت الترابيزات مثل ما بنقول هلأ علنيا. يعني هون تحولت لثقافة. يعني هون نحن كنا عم تكون هي عبارة عن شيء متواتر كان مخبى بمكان معين، تحول لنصف علني، تحول لحالة المجاهرة بهذا الخطأ خلينا نسميه الشائع. لما صار في عملية الإفصاح الكاملة عن هذا الخطأ تحول لعرف، لأنه كل واحد فينا بيصير بيستقي. هلا لمجرد تحول لعرف اذا صار في له رول، صار في له تعليمات، هاي التعليمات اللي صارت موجوده او القواعد اللي صارت موجوده صار كل واحد فينا قدران انه هو يتعلمها. نحن وقت بنشوف مثلا اليوم بنقول ثقافه النجاح، شو المقصود بثقافه النجاح؟ هي مجموعه من الاشخاص يلي عملوا مجموعه من الافعال او الاعمال دونوها فصارت هي عباره عن عرف او تقليد معين للاشخاص الناجحين. يعني بيقول لك والله اذا بتفيق الصبح بكير بتعمل رياضتك الصباحيه مثلا، بتقرا كتاب مثلا او بتقرا فقره من كتاب كل يوم الصبح، بتطلع على شغلك بوقت معين، بترجع من شغلك بوقت معين، بتعطي وقت لعائلتك، بتعطي وقت لاصدقائك الى اخره من ذلك. فاذا انت شخص بمصاف الأشخاص الناجحين. طب هلا هذا الكلام هو مين قاله؟ اي نظريه انقالت فيها هذا الشيء؟ هذا له علاقه يمكن انت عم تحكي عن العرف المجتمعي. العرف يعني المجتمعي نحن بهذا الوقت ثقافه الشعوب او ثقافه الامم هي تشكل الحضارات بشكل عام. عبر لما صار العرف المجتمعي هو عادات خاطئه تكونت هي الثقافه اللي نحن عم الثقافه حضار. الخاطئه او الثقافه الجيده تماما. يعني نحن ما فينا نقول دائما اليوم مصطفى فينا نقول كيف فينا نرجع ثقافه المجتمع لدوره الطبيعي ببناء هذا المجتمع، باعتبار نحن ما اقول نرجع بس لأيام زمان وشو ناخذ منها، لا نرجع لبناء الثقافة الحقيقية اللي هي بتعتمد على عادات الشعوب الحقيقية وليست العادات المقلدة أو المكتسبة من مجتمعات أخرى. سيدتي ببداية كل عملية، ببداية أي شيء، نحن المفروض أنه نرجع نقرأ التاريخ.
اللي ما بيقرا تاريخ ما بيقرا ما بيعرف يتنبأ بالمستقبل ولا بيعرف شلون يعيش الحاضر، لانه دائما التاريخ هو مبدأ بيقولوا فيه انه هو البناء الاساسي او القاعده الاساسيه لاي بناء. ولكن نحن مو ضروري نضل عم نقرا التاريخ لحتى نتثقف بالتاريخ ونعيش على التاريخ على انه هو الامجاد السابقه، لانه متى ما عشنا على الامجاد السابقه نحن ما نقدرين نبني مستقبل. تمام. فنحن المفروض هذا التاريخ نمسكه ونعمل له عمليه معايره، قديش نحن قدرانين ناخذ افعال ما ناخذ أمجاد. يعني لما بقول إنه فلان وفلان وفلان كانوا يعملوا كذا وكذا وكذا، نحن في عنا دائما جملة أو سؤال مفقود بعملية اكتسابنا لثقافتنا هي كيف. أنا لحتى أقرأ التاريخ وأقدر نفذ هذا التاريخ كأمجاد على الواقع لعيد هي الأمجاد اللي كانت موجودة بالتاريخ، لازم نسأل سؤال كيف. يعني لما سوريا كانت بيوم من الأيام قبل 2011، ويمكن تحت الهواء كمان كنا عم نقول نفس الكلمة، إنه سوريا قبل 2011 شلون كانت، وعم نتغنى بأمجاد سوريا قبل 2011 شلون كانت. اليوم لازم نسأل حالنا قبل ما نقول شلون نرجع سوريا قبل 2011، لازم نقول كيف بدنا نرجع سوريا، أو كيف كنا عايشين بسوريا قبل 2011، شو الشيء اللي كان بيربطنا مع بعضنا قبل 2011، شو هي ثقافة الإنسانية والحب اللي نحن كنا عايشينه. فينا نقول التحصين الفكري، عدم اختراق هيدا التحصين الفكري لهي الثقافة الاجتماعية اللي كنا عايشينها، يمكن نلعب على تفاصيل معينة، نلعب على عدة عوامل اجتماعية معينة. قديش فعلا اليوم فينا نحصن فكرنا من هذا الإرهاب اللي عم يخترقنا بشكل يومي، يمكن مو بس في سوريا، جميع الأراضي العربية اليوم يقام عليها حروب تنفيذ لأجندات خارجية، لأجندات أجنبية على أرضنا العربية. سيدتي كمان في جواب كتير مهم لهذا الكلام، نحن ما لازم نترك الفرد لثقافة مستوردة. يعني نحن دائما هي كانت واحدة من العوائق اللي كانت موجودة عندنا. أي نوع من أنواع التهيئة الفكرية، التهيئة الفكرية عادة بتكون هي ثقافات مستوردة. الثقافة المستوردة ما بتكون دائما هي موجودة بقلب كتب، لا، لأنه الإعلام هو شريك بتنمية الثقافة. يعني بتدخل هي الثقافة الإعلام هو وسيلة من وسائل تنمية هي الثقافة، الجامعات هي وسيلة من وسيلة تنمية الثقافة، المدارس، الأهل بقلب البيت، أو السوشيال ميديا. تماما. وهدول النقاط الأساسية اللي تم اللعب عليها، يعني عم تذكر أهم النقاط فعلا. تماما. اللي تم اختراقها. اللي تم اختراقها، نحن بديو أساسا باختراق العائلة. يعني إذا بنرجع للثقافة شلون بديت بثقافة العائلة، ثقافة العائلة ما عادت العائلة عم تربي أولادها، مين صار يربي أولادنا؟ آسف ولو كلمة ما أنا حلوة، اللي هي الشغالة أو الفلبينية أو العامل الأجنبية أو التابلت اللي بين إيدي ولكن عن يعني العائلة كعائلة. اليوم الأم ما عاد ربت الولد، صار في مين يربي الولد بدل الأم. سابقا بأجيال سابقة كنا ما نشوف الأم غير هي حدا هي القائمة على تربية الطفل، عم تعطيه من روحها، عم تعطيه من ثقافتها. لو كانت على فكرة هي ثقافة فطرية، ولو كانت أنه الأم مثلا ممكن ما تكون متعلمة ولكن عندها ثقافة حياتية، هي الثقافة الحياتية كانت عم تنقلها، كانت عم تنقل الحب، كانت عم تنقل الحنان، كانت عم تنقل حب الوطن اساسا. هلا هي كلها ثقافات عم تكون هي ثقافات فيها شيء من الموروث الثقافي اللي كل يوم نحن عم نعيشه بقلب مجتمعاتنا. لما صار عم يجينا فكر مستورد، عم ننمي ثقافه مستورده عند الابناء، هدول الابناء بلشوا يكبروا على هي الثقافه المستورده. التابلت اللي حضرتك تفضلتي عليه، في الاعلام الاجتماعي او منظومه الاعلام الاجتماعي اللي كانت هي موجوده، منظومه الاعلام الاجتماعي لما طلعت كانت عم تغيب منظومه القيم اللي موجوده بقلب مجتمعاتنا بكل شيء، بنقل الخبر، بأسلوب نقل الخبر. كان في عنا شيء اسمه السرية الشخصية، أو كان في عنا شيء له علاقة بخصوصياتنا. اليوم ما عاد في شيء له علاقة بخصوصياتنا، صار الطفل عم يتدرب على أنه هو ما عاد في شيء له علاقة بخصوصياتنا. أكلاتنا موجودة على الفيسبوك، مشاويرنا موجودة على الفيسبوك، حياتنا موجودة على الفيسبوك. أيمت مرضان وأيمت نمت وأيمت فقت whatever، يعني كل شيء بالحياة هو موجود على السوشيال ميديا. بالنتيجة ما عاد في شيء اسمه خصوصية الأشخاص. هلأ هي الثقافة منين اجت؟ هي ثقافة كانت هي عبارة عن ثقافة مستوردة اتنمت عن طريق هذا الإعلام الاجتماعي. هلأ إذا نرجع للفكر الثاني اللي هو الإعلام التقليدي، الإعلام اللي كل يوم نحن بنشوفه اللي هو التلفزيون، هو موجود بكل بيت وموجود على كل أنواع المحطات، ومنروح منشوف التنمية اللي موجودة. طبعا دائما الربط، الثقافة اليوم هي ما عادت معتمدة بس على كتاب انت تفتح وتقرأ، مع انه هو اهم انواع الثقافة في العالم، انه نحن نقوي عضلاتنا الفكرية بانه نحن نقرأ. يعني مثل ما اي شاب من الشباب اليوم بيروح بيلعب بودي بيلدينج لحتى يعمل عضلات، في عضلات فكرية، هاي العضلات الفكرية ما بيمشي حالها وما بتقدر تعملها تنمية وتكبرها وتضخمها الا لحتى تمسك كتاب وتقرأ منه.
وتقرأ من ثقافات مختلفة، لأنه كل ما قريت من ثقافة أنت قدران تعرف هوية هدول العالم، وقدران تصد الهجمة اللي هن ممكن يهجموا فيها عليك، لأنه أنت عارفان تماماً شو ثقافتهم، شلون بيفكروا، شو هو أسلوب التفكير اللي موجود عندهم. بالنتيجة أنت قدران تحصن حالك فكرياً، قدران تحصن حالك ثقافياً من استيراد أي فكرة غريبة. ولكن التلفزيون اليوم هو عم يدمج بين حالتين، الحالة المرئية أو الحالة الصورية والحالة الثقافية اللي هي معتمدة على الكلمات. ونحن نعرف أنه العقل هو مقسوم لفصين، فص يميني وفص يساري. هلأ الفص اليميني والفص اليساري كل واحد منهم مسؤول عن شيء. فص اليميني مسؤول عن المشاعر والأحاسيس واللي هو مرتبط بالألوان والصورة وإلى آخره من ذلك. والفص اليميني هو أول فص اليساري عفوا مسؤول عن المنطق اللي هو الكلمات والأحرف وإلى آخره من ذلك. منشوف ببعض الأحيان هذا الكتاب اللي هو عبارة عن شيء عم نقرأ نحن كل يوم، هي القراءة ممكن مع الوقت تبلش تترشح، تبلش تتفلتر. مين اللي بيشتغل عليها بشكل أو بآخر؟ اللي هو الصورة. لما ندمج بين الصورة والكلمات بتضل عم نتذكرها دائما. هي الثقافة عم تتولد عنا من خلال بعض القنوات الإعلامية، بعض القنوات التلفزيونية اللي هي عم تبث الصورة وعم تبث الكلمات، عم تضل على الآن بقلب عقول الناس وعم تبني هي الثقافة معهم مع الوقت. نتمنى هذا الشيء مصطفى، ونتمنى نكون من خلال تواجدك معنا أكيد، من خلال كل شيء عم نقدمه نساهم ولو بجزء بسيط. صحيح. من هي التنمية الثقافية. الحديث معك دائما بطول ودائما مشوق. خلينا نترك شوي للحلقة الجاية نحكي فيه أكثر، لأنه دائما لازم يكون عنا هاي الوقفات اللي نحكي فيها شوي عن ثقافة العقل والروح. شكرا كثير لك. شكرا لكم، يسعد صباحكم مصطفى عباسي، شكرا لوجودك معنا.